السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن ينال الفيديو إعجابكم، لايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد. ذكرني تعليق أحد متابعينا بموضوع هام جدا جدا جدا. ما هو؟ التعليق كما ترون. يقول أحد متابعينا: المسيح الدجال ما راح يتعب معكم كثيرا، تتبركون بشخص عادي وما تعرفوه، كيف إذا ظهر المسيح الدجال وهو يحيي الموتى وينزل المطر ومعه جنة ونار؟ سيفتنكم بأول ثانية، صححوا عقيدتكم. معلومات بسيطة جدا عن المسيح الدجال: عندما ترى الدجال اعلم أن باب التوبة أغلق. متى يخرج الدجال؟ يخرج في آخر الزمان. الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، هناك ملائكة تمنعه من الدخول إليهم. يمكث في الأرض سنة وشهرين وأسبوعين، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي الأيام كما نعيش نحن. خلي بالك، يدعو إنه إله ولا يدعو إنه رسول أو نبي. ومن فتنته إحياء الموتى. 2، يخرج أموالا وكنوزا من الأرض، وكثير من الناس يتبعه إلا المؤمنون الصالحون. 3، ومن أكثر من يتبعه ويفتن به النساء. إذن الآن بعض الناس يتبركون بشخص عادي وما تكلم ولا فعل شيء، كلما ظهر عليه هو لباسه العادي وإن كان غريبا عن بعض الناس، شيبته، عمره الذي يبلغ 85 عاما، أي إنه معمر. قال إنه الرجل الذي ظهر، قال إنه منذ أكثر من 15 عاما يجمع المال ليذهب إلى المسجد النبوي، وهو من باكستان وهو رجل فقير. إذا كان لم يفعل شيئا وبعض الناس يتبركون به، وهناك أشخاص أخرى يسعوا باحثين عنه ليتبركون به، فما بالك إن ظهر المسيح الدجال؟ رأيك في تعليق. العبرة من هذا الفيديو: انتبهوا لأنفسكم وقووا إيمانكم، اذكروا الله كثيرا وصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أتمنى أكون أفدتكم، ويا رب دائما أقدم لكم محتوى يفيدكم وينال إعجابكم. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.